خير عبد القادر، صباح الخير نوار، صباح الخير خالد، صباح الخير لكل المتابعين. فعلا قصتنا عن الايباد، كنا قد طرحنا سؤالا في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دعوني ابدا بفيديو انتشر كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي خاصه في تويتر وفي فيسبوك عن ام افغانيه اثارت الكثير من التعاطف والكثير من ردود الفعل بعدما حملت رضيعها وذهبت به الى الجامعه لتجتاز امتحان الدخول. هذه الصور وهذه الفيديوهات اثارت كثيرا في رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واردت ان انقل لكم هذه الصور، نتابع مع بعض. اذا يروي هذا الفيديو قصة جيهان الأم الأفغانية التي لم تمنعها التزامات الأمومة ولا الظروف القاسية للتعليم في قريتها من أن تحمل رضيعها وتستعد لاجتياز امتحان الدخول إلى الجامعة. نشاهد هذا الفيديو. الشجاعة والتفاني والحزم والعزم، هكذا تم وصف هذه المرأة الأفغانية الشجاعة التي استطاعت أن تجتاز الامتحان الدخول إلى الجامعة وتفاعل معها الكثير من المغاردين. إليكم فيديو مؤثر فعلا. طبعا عبد القادر، هنا تبرز أهمية الصورة في توثيق الأحداث. نعم. خطر ببالي فكرة أنه بعد 15 عاما أو 20 عاما مثلا ربما هذا الطفل سيكبر وسيشاهد هذه الصورة، ربما ستكبر في نفسه قيمة والدته، وطبعا طبعا. نعم. وهذه مناسبة لتوجيه التحية. نعم. لجميع الأمهات، لأن هنا يبذلن الكثير، وكما تبعنا لم تتخلى عن هدفها. نعم. ولكنها إحساس الأمومة دائما كان هو الغالب وكان حاضرا. صحيح. المغردون والمتفاعلون علقوا كثيرا على هذا الفيديو، أنا أردت أن أنقل لكم بعض هذه التغريدات، نتابع مع بعض. المئات إذن من المتفاعلين تفاعلوا مع الفيديو ونشروه على حساباتهم، خصوصا البنات. اخترت لكم التعليقات التالية. أمواج قالت: لا ولن تقف أي حواجز أو موانع أمام الإرادة الصلبة والعزيمة. جيهان عنوان للأم المثالية النموذجية، تحدت عاهات الوطن وظروفها المعيشية القاسية وحطمت كل المعوقات. أما سناء فقالت: أحييها على الإصرار والعزيمة وقوة الإرادة التي عندها، أتمنى لها النجاح والوصول إلى مرادها. نختم بفراشة التي قالت: عندما تكون المرأة أما ومدرسة وطالبة علم، المجد لطالبات العلا، المجد للأمهات المضحيات، المجد كل المجد للواتي لا يرضين بالجهل ويخترن العلم غاية ووسيلة وسلاح وزينة وفخر. إذن هذه هي التغريدات التي جمعتها لكم عن هذا الفيديو المؤثر حقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي. كما قال خالد ونوار، هذه المثابرة دائما ما تستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي وقد تنقل جيلا عبر جيل إلى الأجيال المقبلة، كما تفضلت خالد. الأجيال المقبلة التي من الممكن أن تعيش مع الآيباد الجديد عبد القادر. صحيح. فعلا قصتنا التالية ستكون عن هذا الآيباد الجديد الذي أعلنت عنه شركة أبل، والذي موجه إلى المدرسة، وجهته إلى المدرسة في محاولة منها ربما للمنافسة في هذا الدخول على هذا الخط، في هذا المجال الدخول على الخط. نعم. لكن التساؤل الذي كنا طرحناه على صفحتنا في فيسبوك وموجود الآن، هل إدخال الآيباد أو اللوحات بشكلها العام إلى المدارس هو أمر إيجابي أم هو مجرد تلهية إضافية للطلاب وتضعيف تحصيلهم؟ هناك تفاعلات حتى على الفيسبوك، يعني من الممكن أن نقرأ بعض التعليقات. عبد القادر، ما
مريم هنداوي تقول أنا شخصيا ضد استخدام الأجهزة اللوحية في المدارس، السبورة والطباشير المستخدمة قديما أفضل بكثير من هذه الأجهزة. وتتساءل مريم كيف سيستطيع الطالب أصلا تعلم الكتابة من غير استخدام القلم والدفتر، وهنا نقطة النقاش. أيضا هناك أبو عمرو يقول حلو حلو كثير لكن لا يمكن الاستغناء عن الورق. تعليقات تختلف وبين مؤيد وبين من يعارض الفكرة، هناك من يتخذ موقفا وسطيا، هكذا هي الأمور عبد القادر. لكن أظن أن أبل لديها رأي آخر تماما، فهي ماضية في هذا الأمر وتريد أن تبيع هذا الآيباد إلى كثير من المدارس. تابع معي هذه القصة. إذن كشفت أبل عن نسخة جديدة من جهاز آيباد في حدث تعليمي بث على الإنترنت، والذي تحدث المدير التنفيذي لشركة تيم كوك عن مدى أهمية أجهزة الآيباد والماك لطلبة المدارس. جهاز آيباد الجديد ينافس جهاز جوجل كرومبوك، والذي يعتبر أكثر الأجهزة رواجا بين الطلاب والمعلمين في الفصول الدراسية، والتي كان أكثر ما يميزها هو سعرها المنخفض نسبيا بالمقارنة مع آيباد. وتقدم آبل خصما قدره $29 للمدارس مع الأجهزة الجديدة، إلا أنها ما زالت أغلى من أجهزة جوجل. ويعتبر هذا الحدث هو أول حدث تعليمي لآبل بعد الذي أقامته عام 2012 للكتب المدرسية الرقمية. ومع تضاؤل الاهتمام بالأجهزة اللوحية، تعتمد آبل بشكل متزايد على المدارس والشركات لتحفيز الاهتمام بأجهزة آيباد الخاصة بها. إذن هذا هو الجهاز من شركة آبل، وهي مصرة برغم التعليقات التي جاءتنا منكم في صفحتنا على شبكة التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك. آيباد ما زالت مصرة على بيع هذا الجهاز إلى كثير من المدارس رغم التحذيرات التي قام بها الكثير من المختصين. عبد القادر، يعني من المنطقي ربما أن هذه الأجهزة ستدخل إلى المدارس وفي العملية التعليمية، لأن الأجيال الموجودة حاليا على مقاعد الدراسة عندما تكبر لن تستخدم ربما الورقة والقلم بالشكل الذي عهدناه نحن، سيكون استخدامها معتمدا أكثر على الأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية، وربما سيكون هناك أجهزة لم تظهر الآن ولم نعرفها حتى في هذه اللحظة. وحتى بعض المدارس في يعني في الدول الغربية بدأت باستخدام يعني اللوحات الرقمية، الآيباد وغيرها. هناك من يتوافق معنا، يعني أحد التعليقات أو أحد التعليقات من جاتو جودي تقول أن هذا زمان التكنولوجيا، طبعا يجب أن يعم هذا في كل المدارس العربية. يعني هناك اختلاف في وجهات النظر بين موافق ومعارض لها عبد القادر. مع ذلك هنالك دائما تحذيرات من هذه الاستخدامات كما أن هنالك إيجابيات لها، لذلك ندعو الناس دائما إلى ترشيد استخدام التكنولوجيا سواء في البيت أو صحيح. في المدارس. صحيح. شكرا لكم خالد ونوار وبقية فقرات ممتعة. شكرا لك سعيد. شكرا. إن شاء الله.